سن الزواج او في مطلقات او في ارامل. نعم. الصحابه زمان كانوا بيتسابقوا عليهم السلام لما كانوا بيتوفى واحده او واحد او كلام ده فكان يعني تبقى ارمله او مطلقه كان بيتسابقوا للزواج معاه. نعم. النهارده ما فيش الكلام ده. البث الغربي للاسف اللي هم دلوقتي بيسعوا للتعدد عندهم. نعم. وبيناقشوا التعدد عندهم عشان خوفا من الانحرافات اللي موجوده في المجتمع. نعم. الغربي هم بيحرموه علينا. نعم. وبيبصوا للنساء طول الوقت ان التعدد ده غلط وان التعدد ده بيقلل من قيمتك وان التعدد ده يبقى يعني الراجل ده كده وحش. ايه المقصود من بس هذه الثقافه في مصر للاسف يعني على مدار عقود طويله انا لاحظت هذا محاربه الاسلام ومحاربه المجتمع المصري. مصر دي من اجمل بلاد الدنيا. مصر قلب الوطن العربي. هم عايزين يهدموا القلب ده. عايزين ما يخللناش حاجة. عايزين ما يبقاش لنا هوية. نفقد الهوية. احنا فقدنا بالفعل. احنا دلوقتي مميزين بالمحشي والملوخية والفول بس. لكن حضرتك هاتلي لو انت حطيت مصري في وسط كذا جنسية مش هتقدر تميزه. للأسف. مفيش. كل جنسية لها مميزات. لها قوانين. لها قواعد. احنا للأسف فقدنا الهوية بتاعتنا. علشان ايه؟ انا لما بتكلم عن التعدد بتكلم عشان الستات مش الرجال. بتكلم عشان ما تبقاش في واحده مطلقه. البنات دلوقتي يا فندم بينتحروا. هيحصل لهم حاجه من الاتنين، يا اكتئاب وامراض نفسيه يا ينتحروا. طب انت محاده بنتك جنبك للسن ده ليه؟ فايه هل الماده اللي غلبت على كل شيء دلوقتي؟ هل الماده هي اللي اصبحت تجاره ان انت تدفع كام تاخد بنتي؟ وبالتالي حصل ايه؟ خيانه زوجيه. خيانة زوجية. ليه؟ لأن هي ما اتجوزتش واحد عن حب، هي اتجوزت تجارة. وهذه العلاقات المحرمة منتشرة في الغرب جدا، رغم هذه الثقافة اللي بيحاولوا يصدروا. يا فندم هي منتشرة الصداقات دلوقتي، السنجل مزر والكلام ده. احنا النهارده لما بنيجي نقول انه يجوز له بدل ان ينحرف ربنا ادالنا رخصة. انا ما فرضتش، انا يعني على حد حاجة. انا قلت ان التعدد حل اجتماعي اقتصادي ثقافي. نعم. صحي. اولا التعدد بيزيد من القوى الجنسيه للرجل في صحته، ودي تقارير رسميه موجوده وتقارير عالميه. تمام. التعدد الزواج رزق. النبي. نعم. عليه الصلاه والسلام بلغنا ان الزواج رزق. نعم. خلاص. فايه ما حدش يقول اصل انا ظروفي الاقتصاديه صعبه، اصل انا مش عارف ايه. الحاجه الثالثه اجتماعيا القضاء على الظواهر اللي موجود، الأنوثة والخيانات والشذوذ وكل المصايب اللي بتحصل لنا دلوقتي، ما هو نتيجه لايه؟ الاتجاه للحرام والبعد عن الحلال.